ده اضخم كلب بيتبول او جرب ممكن عينك تشوفه. الكلب ده فعلا حرفيا ما بيبطلش اكل. بص بطنه، انا عارف ان انا اللي بعمله ده غلط على كلب، ان انا ما ينفعش اعملها كده. سيلفا تعال بصوا، اقعد، لا اقعد، زي ما انتم شايفين الجرو عامل ازاي. شوفوا بطنه، سيبكم من وشه، سيبكم من كل ده، جسمه طبيعي، وشه طبيعي قصدي، بس شوفوا جسمه. فعلا على الحقيقة، على الحقيقة مخيف، شكله فعلا مخيف. بصوا، طبعا هو سمع أصوات في الشقة، مش متعود على كده. بصوا أقسم بالله يا جدعان، الكلب واكل زيادة عن اللزوم. الكلب ده بالظبط واكل فوق الفرخة، فرخة ونص جرو. بسم الله ما شاء الله، سيلفر جدع. طبعا أنا بحاول أغذيه من صغره، لأن أنا عايز الكلب ده يبقى بسم الله ما شاء الله ضخم. أنا لو أقدر يعني إيه أعمل المستحيل عشان أضخم الكلب ده، أنا هضخمه. تمام، أنا عارف برضه إن الأكل ياما غلط عليه في سن زي ده، إن هو جاله سمنة زي ما أنتم شايفين، فإحنا هنقلله الأكل، بس إيه هنضخموه برضه، يعني مش هنسيبوه، يعني هنمرنوه في نفس الوقت هنأكلوه بشكل فظيع. هحاول أطلعه ألعبه معايا في الشقة كده ونمرنوه. ممكن أخليه يشد قماشة زي دي. سلفار واي، طبعا دي حركة حلوة أوي للكلب عشان تبني له عضلات بدل الدهون. طبعا الكلب سمين زي ما انتم شايفين، سمين سمين بمعنى الكلمه. الفيديو كمان مش موضح، اقسم بالله يا شباب، انتوا لو شفتوا الفيديو ده على الحقيقه، مش الكلب ده قصدي على الحقيقه، مش هتصدقوه. يعني الكلب بسم الله ما شاء الله، كلب 3 شهور بالجسم ده. بصوا بصوا عرض بطنه، بصوا ايدي، شايفين؟ اقسم بالله بياكل اكتر من الكلاب الكبيره اللي عندي. عرضه دوت مش موجود عندي في اوريو، اقسم بالله نفس عرض اوريو تقريبا، مش بجامل. كلب بسم الله ما شاء الله، اهو سيلفا جدع. اقعد يا سيلفا، سيلفا اقعد، اقعد. طبعا في حلقه اتكلمنا فيها ازاي تعلم الكلب اقعد. سيلفا اقعد، لا اقعد. طبعا هو لسه جرو زي ما قلت لكم، ممكن تعودوه بالقماشه. سيلفا اقعد. طب بصوا بقى الحركه دي، سيلفا اقعد، اقعد وانا اديها لك، اقعد. شفتوا؟ دي مكافاه اهي للكلب. تمام، الفيديو ده ممكن يبقى تحت عندكم في الديسكريبشن، يعني هتشوفوه، الرابط بتاعه موجود. اللي عايز يشوف ازاي يتعلم الكلب اقعد وست، وهنعلمه ان شاء الله داون وكل حاجه. بس حبيت اوريكم سيلفر بعد ما جاله تخنه كده وسمنه. وان شاء الله في فيديوهات قريبه مع 3 كلاب اعرفكم بيهم، وكل واحد وشخصيته. شايفين سيلفر في سن مساخه، سن المساخ ده الكلب المفروض يبقى شكله وحش، بس بسم الله ما شاء الله الكلب ما اتغيرش قوي. انا شايف ان الكلب تقليبه محترم بالنسبه لسن مساخ. الكلب ده محترم 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 بمعنى الكلمه. بصوا يا سلفا، بسم الله ما شاء الله، كلب محترم ما فيهاش كلمه. واي حد بيفهم في البيتبول اقول لك الكلب ده بسم الله ما شاء الله، بالنسبه لسن مساخه الكلب ده عفريت، كلب متخلف. زي ما انتم شايفين سنانه بتاكله عادي طبيعي. شاطر يا سيلفا. بس يا شباب استنوا بقى الفيديو قريب ليهم هما الثلاثة، اوريو وسيلفر وبيلا.